السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعد مباراة الجزائر وبروندي الودية الثانية بعد فوز الجزائر على توغو 3-0. تعالوا مع بعض نشوف على الموعد والتوقيت والقنوات الناقلة. أتمنى من أخواني الحضور وضع اللايك والاشتراك في القناة، وشكرا للجميع اللي يشجع الخضر يضع اللايك والاشتراك. يواصل منتخب الجزائر استعداداته لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023، حيث يخوض العديد من المباريات الودية قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار يوم 13 يناير 2024. بالنسبة لموعد المباراة، تقام مباراة منتخب الجزائر ضد نظيرهم منتخب بروندي غدا الثلاثاء 9 يناير الحالي الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة، والساعة 4 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الخامسة بتوقيت أبو ظبي. وشدد مدرب منتخب الجزائر جمال بالماضي على أن اللقاء الودي المقرر أمام بروندي سيمكنه بشكل كبير من تحديد التشكيلة الأساسية التي سيلعب بها اللقاء الأول أمام أنغولا لحساب المجموعة الرابعة من الكان الإفريقي، ولهذا هذه المباراة غير منقولة. أما بالنسبة لتشكيلة الجزائر المتوقعة ضد بروندي، حارس حراسة المرمى أنتوني مندري، في الدفاع يوسف عطال، توجي، ماندي، العروسي، في الوسط عوار، زروقي، شايبي، وبليلي، خط الهجوم بونجاح ومحرز. ويسعى الخضر لتجاوز خيبة كأس أمم إفريقيا الماضية والغياب عن المونديال، ويأمل رفاق يوسف عطال إلى استعادة المستوى الذي قدموه في كأس أمم إفريقيا 2019 والتي توج بها الخضر على الأراضي المصرية. ويلعب المنتخب الجزائري في المجموعة الرابعة على جانب أنغولا وبوركينا فاسو وموريتانيا، ويأتي الظهور الأول للخضر أمام أنغولا في 15 من يناير. ولن يتم نقل المباراة تلفزيونيا على أي قناة بطلب رسمي من المدير الفني للمنتخب الجزائري جمال بالماضي، حيث يخشى مدرب محارب الصحراء من دراسة الخصوم الأسلوب اللعب الذي سيلعبه خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا، وهو نفس ما فعله في مباراة التوغو حيث عانى الجمهور الجزائري من أجل متابعة المباراة. ما رأيكم أنتم؟ أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك، وإحنا مع الجزائر دائماً.